فيما يواجه اليمنيون ظروفا بالغة التعقيد، تأتي ذكرى 7 يوليو محفوفة بالكثير من المواقف والتعبئات الجاهزة. فهل كان 7 يوليو معركة مستحقة في وجه قوى الردة والانفصال كما قيل حينها؟ أم أنه كان قفزا على الشراكة والثوابت بالعنف والقوة؟ أهلا بكم. بلد بين حربين وذكرى معركة كانت فاتحة لصراعات بينية لا يزال ضحاياها يتساقطون حتى اليوم. فهل كان 7 يوليو يوم انتصار الإرادة ضد عودة التشطير؟ أم أنه أسقط الروابط الوجدانية وأجهض حلم الوحدة؟ خصوصا بعد أن قطع نظام صالح فرص إصلاح ما أفسدته الحرب بتزوير الانتخابات وإقصاء الشركاء السياسيين والتمهيد للتوريث، بعد حرب تعميد الثوابت ونتائج العنف العكسية تحت لافتة الوحدة اليمنية، هل بالإمكان اليوم إعادة صياغة عقد جديد يجمع عليه اليمنيون وفق المصالح العامة؟ هل تضمنت مخرجات الحوار الوطني واليمن الاتحادي حلا عادلا للقضية الجنوبية وجبر الضرر؟ الآن دعوات الانفصال قبل غزو ميليشيا الحوثي للجنوب وبعده، كيف يمكن قراءتها وفي أي سياق؟ موقف الجنوب بين مظلومية القضية وحق تقرير المصير وبين فصيل يعمل وفق أجندات خارجية هدفها الاسترزاق. 7 يوليو، اليوم الذي ساقه الرئيس المخلوع لليمنيين كيوم لانتصارهم النهائي على نوازع التفكك والتشطير وظفرهم بحلمهم الكبير بوحدة. هو ذات اليوم الذي تكشف عن أكبر ثلمة على جدار الوحدة الوطنية بانتصار صالح وحيداً على الحلم ذاته والشراكة الوطنية والوحدة. يوم هزم فيه الجميع، كل اليمنيين كانوا مهزومين، إن لم يكن في هذا اليوم ففي الأيام التي تلته. أعضاء مجلس الشعب الأعلى الحاضرون، قادت انتصارات معسكر صالح على معسكر شريكه ونائبه في رئاسة الجمهورية حينها علي سالم البيض إلى اختلالات في العملية السياسية وإخلال خطير في توازنات القوة المجتمعية والسلطة في البلاد. تبخرت أحلام اليمنيين بالديمقراطية والتعددية وفتحت أراضي المحافظات الجنوبية للنافذين وسرح الآلاف من أبناء المحافظات الجنوبية من وظائفهم المدنية والعسكرية. على جبهات القتال عمدت الوحدة بقوة السلاح على الأرض، لكنها أوجدت شرخاً خطيراً في عمق الوحدة الوطنية وجرحاً لم يسبق لليمنيين أن عاشوه من قبل، كنتيجة حتمية لسياسة مبنية على المغالطة والرغبة بالفوز بكل شيء وتغليب منطق العنف والقوة. أقصي الشركاء وحصر حكم ومستقبل اليمن في رأس الزعيم وحزبه الواحد لتتسع دائرة المعارضة وتتدحرج كرة الثلج ضد صالح، بدءا من شرارة الحراك السلمي في ردفان ومرورا باندلاع ثورة فبراير يوم اجتمعت هتافات اليمنيين على وقع الأحلام المجهضة. هتف الجميع ضد نظام صالح ناشدين اليمن الجديد، يمن العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية. كان بإمكان ثورة فبراير أن تمثل أهم محطات إصلاح مسار العملية السياسية وفي القلب منها القضية الجنوبية ليجبر الضرر وإعادة تثبيت مداميك الشراكة والعدالة في اليمن، وهو ما حاول مؤتمر الحوار الوطني العمل عليه. كان بإمكان ذلك أن يتحقق لولا عودة صالح مرة أخرى. تحالف صالح والحوثيين وانقلبوا على الشرعية وقطعوا الطريق أمام أي إصلاح للمسار. عاد صالح برفقة الحوثيين لسلك ذات مسار صيف 94 غازياً لعدن، وانتهى به المطاف قتيلاً على يد حليفه في الجولة الأخيرة من الصراع على المغانم. اليوم وفي الذكرى 25 لحرب صيف 94 يكاد يجمع اليمنيون على أن ما حدث هو هزيمة لليمن أولاً وأخيراً، بغض النظر عن الملابسات التي كانت تحيط باللحظة. تحل ذكرى 7 يوليو وعدن ومناطق الجنوب تعيش منعطفاً صعباً وتحدياً كبيراً، ففي حين يمثل الجنوب في قيادة الشرعية بمستوى عالٍ، تتعرض القضية الجنوبية لاستغلال للذهاب بها بعيداً عن النقطة الحقيقية التي يفترض أن ترسو بها. وإذا كان 7 يوليو يوماً للهزيمة اليمنية
والحادي والعشرون من سبتمبر يوما للعار الوطني، فلا يجوز أن يكون هناك يوم آخر لتكريس العار والهزيمة بحق هذا الشعب، فهل يعي الجميع؟ إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة عبر الهاتف. بداية، مساء الخير أستاذ ياسين. أسعد الله مساءك أخت آسيا. أهلا بك. إذن الذكرى 25 يوم 7 يوليو ودخول قوات صالح تحت يافطة الشرعية لعدن، ماذا يمثل هذا اليوم بالنسبة للقضية اليمنية؟ كان يوما، بسم الله الرحمن الرحيم، كان يوما كارثيا، يوما أسودا في تاريخ اليمنيين، لأنه كان حصيلة أو محصلة صراع ومحطة انتهى إليها أو انتهت إليها جولة صراع لم يكن اليمنيون بحاجة إليها أبدا. كان اليمنيون بحاجة إلى استثمار يعني محطة الوحدة، اللي هي المحطة العظيمة في تاريخ اليمنيين، للبناء عليها ولتقديم أشياء أخرى غير الدماء والرصاص لهذا الشعب. كان على اليمنيين وقيادتهم السياسية أن يجترحوا معجزة بناء اليمن الحديث والانتقال به إلى طور جديد عنوانه القوة والازدهار والديمقراطية والحرية والكرامة. هذا لم يحدث، بقيت اليمن أسيرة دورة العنف والصراع المحكومة برغبة أو بعقدة الاستئثار بالسلطة. وحتى طبعا لا تتحول المناسبة إلى محاكمة لصالح باعتباره بطل تلك الحرب وسببها ومحركها الأساسي، نريد أن ننمط هذه المناسبة لنضعها ضمن مناسبات عديدة سوداء في تاريخنا. يعني 13 يناير يوم أسود في تاريخنا، 7 من يوليو يوم أسود في تاريخنا، وكل يوم شهدت فيه اليمن جولة صراع بسبب السلطة سيظل يوما أسودا في تاريخ اليمنيين، ولا يجب أن ننظر إليه إلا باعتباره محطة للتذكر كيف أن اليمنيين يخسرون كثيرا عندما يغيب الرشد وعندما تغيب الحكمة وعندما تتضخم الأنانية والذاتية والجهوية. علي عبد الله صالح استند إلى عقدة استئثار بالسلطة بناء على نفوذه الجهوي، واستنفر في حقيقة الأمر كل ما لديه من أوراق، استنفر الأيديولوجيا، استنفر المناطقية، استنفر يعني الإمكانيات المتاحة له من الميزانية العامة، استنفر أيضا حتى التناقضات الإقليمية في حربه التي خاضها من أجل الاستفراد بالسلطة ضد الحزب الاشتراكي شريكه في السلطة. لكن دعونا نقول أن ما حدث حرب صيف 94 كان نتيجة أخطاء عديدة، يتحمل جزء منها أيضا الحزب الاشتراكي اليمني الذي ذهب إلى الوحدة، وهو لم يوفر الضمانات الداخلية داخل جمهورية ما يسمى بجمهورية اليمن الديمقراطية. يعني هو في حقيقة الأمر ذهب إلى الوحدة دون أن يحسم ملفات داخلية جوهرية من ضمنها المصالحة الوطنية، المصالحة الوطنية داخل المحافظات الجنوبية نفسها داخل جمهورية اليمن الديمقراطية. ذهب إلى الوحدة وهناك معسكرات في اليمن الشمالي تتبع قوى سياسية يعني تحمل الكثير من الحقد والإحان، ولهذا عندما خاض علي عبد الله صالح معركة استثمر كل هذه التناقضات من بينها الصراع الذي رحل من 13 يناير 1986 استثمره بشكل جيد، ولهذا كان رأس حربة قواته التي دخلت عدن ودخلت حضرموت هي من القوات الجنوبية التي كانت على خبرة كبيرة به، وأيضا كانت تحمل أحقاد كثيرة، كانت تحمل عقدة الثار، عقدة الانتقام. هذه الأمور كلها استثمرها علي عبد الله صالح في أن يكسب المعركة لصالحه، وفي الحقيقة علي عبد الله صالح استمر في ارتكاب المزيد من الأخطاء للأسف الشديد حتى انتهى به الأمر إلى أن سلم النظام الجمهوري برمته إلى الإمامة. يعني هناك سلسلة من الأخطاء الكارثية الذين صفقوا لعلي عبد الله صالح والانتصاره في 7 يوليو يعتبروا مشاركين في هذه الجريمة ويتحملون وزرها، لكن علي عبد الله صالح في حقيقة الأمر استفرد فيما بعد بالسلطة، طبعا تنكر لشركائه، ربما أستطيع القول أن شركائه كان عندهم قدرة على المراجعة والتصحيح وتصحيح المسار، ودخلوا في تحالفات جمعت كل المتناقضات، كان من ثمارها مثلا اللقاء المشترك الذي يعني أضفى المزيد من الحيوية في المشهد السياسي اليمني، طبعا قبل أن يستمر علي عبد الله صالح في لعبة الاستئثار بالسلطة التي انتهت بكارثة السقوط الصناعي. سنتحدث عن يعني انقلاب صالح على شركائه دوما منذ شركائه في الوحدة وحتى ما بعد ذلك، ولكن اسمح لنا أن ينضم معنا العميد ركن علي ناجي عبيد، خبير عسكري واستراتيجي. مساء الخير سيادة العميد. نعم،
أهلا بك معنا سيادة العميد، وكونك رجل عسكري فقد وقفت شاهدا على مجريات الأحداث منذ الوحدة. يوليو عام 94، ما الذي يمكن تسميته وكيف عكست نتائجه على أحداث اليمن بعد ذلك؟ شكرا لك. المناسبة طبعا أليمة، 7 يوليو، وفي تاريخ عدن بالتحديد هناك مفارقات عجيبة. فقد كان 7 يوليو 67 إعادة احتلالات بعد أن تحررت من قبل جزائر جبل قومي جبهة التحرير من 20 يونيو، ملحمة 20 يونيو إلى 7 يوليو 67. فكانت مأساة، رغم أن الملحمة كان فيها رد على الهزيمة العربية في 67 يوليو 67. المفارقة الثانية أن يأتي 7 يوليو اليمني، عدن انطلق منجز تاريخي أمل للشعب اليمني شمالا وجنوبا، ويأتي يوم 7 يوليو ليذبح هذا الموجز تماما، يعني ذبحت الوحدة وبقيت تفسخ جثتها يضر الشعب اليمني بشكل عام وعدن بشكل خاص ذلك التاريخ. وحتى أتت الكارثة الكبرى نتيجة لهذه 7 يوليو اللي هي الحرب الإنقلابيين، الميليشيات الإنقلابية الحوثية المدعومة من إيران. طبعا مأساة ولدت لم يلتفت إليها أحد، كل ما كنا نتحدث عن أن هناك مصائب، يعني فاللي يقول مثلا إعادة إنتاج، دعينا لإعادة إنتاج الوحدة تقريبا أستاذ ياسين التميمي، نعم، اللي كان كنت أسمعه قبل قليل يعني، نعم، تحدث بشيء حقيقة من الحقيقة عن ما جرى. لكن أيضا بالمقابل جيش الإرهاب بدأ في عدن من دون طلوع الوحدة، من دون إعلان الوحدة. هناك تعرض الجنوبيين والإشتراكيين بشكل عام وأنصارهم سواء كان من الجنوب أو الشمال للإغتيالات. العائدين من أفغانستان وجدوا فرصة للانتقام من ما كان يسمى الحاد، من ما يسمى الشيوعية الأقرى التي شوهت الإجراءات والمكاسب الموجودة أو الناج الاقتصادي اللي لا علاقة بالإلحاد ولا له علاقة، وحتى مسمى الشيوعية يعني فهم بشكل خطأ. وهناك بدأ الإرهاب الذي يعاني من الشعب اليمني بشكل عام، والتقى الإرهاب القاعدي، الإرهاب الداعشي مع الإرهاب الحوثي. تفرق أساسا منذ 7 يوليو 94 بمساعدة، إن لم يكن بمساعدة وبنظر السلطة بشكل واضح. يعني حروب أتت بعدها تدمر أبيان، يعني دمار مرعب، وحتى أتت الدمار الأخير هذا إلى فوق الدمار الآخر. من يزور أبيان يرى ما نتائج هذا الإرهاب. إذا المسألة فيها كانت تراكمات للغباء التعمد عدد، يعني حقيقة قبل 13 يناير علي عبد الله صالح يقول للمشايخ عندما قتل الغشمي رشحوني فقط رئيس لمدة أسبوع لأنتقم للغشمي، الانتقام قبل أن يكون 13 يناير 86 مع كل التداعيات. 13 يناير كانت حاضرة، والتي طبعا مرة أخرى يأتي 7 يوليو من جديد في عدن ولكن بطريقة أخرى بوجه آخر اللي هو 7 يوليو 2007 اللي هو انطلاق الحراك السلمي الجنوبي للمطالبة بالحقوق أولا ثم الانتقال إلى المطالبة السياسية حتى التحام بثورة الشباب الربيع العربي في صنعاء. وطبعا لم يحالف لأن الشباب لم يكن لديهم ما بعد الثورة، وهي اليمن تعيش نتائج 7 يوليو إلى اليوم ولا ندري وبدون آفاق لنهاية هذه الكارثة. نعم. إذا عند النقطة التي ذكرتها اسمح لنا سيادة العميد أن أنتقل لضيفي هنا في الاستوديو، يبقى معنا مسألة أنه يعني منذ الوحدة فعلا وهناك فكرة الاغتيالات التي بدأت في تصفية رموز من الحزب الاشتراكي ومن غيره بتهم مختلفة، ربما كما قرأها العميد بأن هناك
كان تعبئة ضد هؤلاء بوصفهم إلحاديين وما إلى ذلك. كيف يمكن قراءتها في السياق السياسي أستاذ ياسين؟ هي كان في حقيقة الأمر أولاً يعني أنا سعيد بأن يكون ضيف هذه الحلقة العميد سيادة العميد علي عبيد، شخصية محترمة و لعبت دور مهم جدا في مسيرة الوحدة اليمنية، تحية له في هذه المناسبة وتحية له في كل المناسبات. أنا أعتقد أن سلسلة العنف التي استهدفت القيادة الاشتراكية كانت ثمرة يعني أو يعني كانت الحلقة الثانية من المؤامرة على الوحدة اليمنية. تعرفون أنه بعد أن تحققت الوحدة اليمنية لم يكن هناك رضا إقليمي عن هذه الوحدة اليمنية، لهذا تم مواجهتها من خلال استثارة الشعب اليمني عبر بوابة التدين والقلق على المستقبل الدين الإسلامي إلى آخره إلى آخره. هذا قيل أنه كان دستور علماني، وتم يعني استنهاض اليمنيين في مواجهة ما يسمى بالدستور العلماني. أقر الدستور ومشت الأمور بشكل جيد وعقدت الانتخابات، ثم بدأ تحريك ورقة الإرهاب. والإرهاب طبعا هو محصلة المشاركة الواسعة التي تمت من قبل اليمنيين في حرب أفغانستان بتمويل سعودي وتواطؤ من السلطة في شمال البلاد. كانت الحلقة الثانية هي استهداف القيادة الاشتراكية بهدف خلق هذه الأزمة التي انتهت إلى الحرب، وقد نجحوا في ذلك في حقيقة الأمر، لأنه مسلسل الاغتيالات والاختطافات لم تتوقف. شاهدنا مآسي كثيرة تعرض لها القيادة الاشتراكية، وكانت يعني مصدر انزعاج كبير لكل القلقين على مستقبل البلد، ومع ذلك استمرت. أنا أتذكر أنني كنت في أحد الجلسات ذات مساء في منزل الدكتور ياسين سعيد العمان، وكان معظم القيادات الاشتراكية موجودة. في تلك الليلة وصل نبأ اختطاف أحد أبناء القيادات الاشتراكية في العاصمة صنعاء، وكان الناس يتهيئون ربما للمرحلة التالية وهي الانسحاب من صنعاء بشكل كامل. كان هناك هجوم، وكان هناك حزن، وكان هناك قلق، وكان أنا قرأت من وجوههم أنه لا مستقبل للوحدة في ظل استمرار هذه السلسلة من الاستهدافات ضد الشريك الوحدة في الحزب الاشتراكي اليمني. هذه مسألة لا يمكن إنكارها في حقيقة الأمر، وأنا أتفق مع ما ذكره سيادة العميد. فعلا يعني كان محاولة إقصاء الشريك الآخر في الوحدة هذا هدف لعلي عبد الله صالح، لكن يعني إنهاء الوحدة اليمنية مبكرا كان هدف إقليمي في حقيقة الأمر. علي عبد الله صالح استخدم، القيادات الإسلام السياسي استخدم، كل هذه الأطراف استخدمت. لكن أيضا لا يمكن يعني إذا كانت القيادة الاشتراكية التي أتت إلى صنعاء هذا يشفع لها في أنها عبرت عن حسن نوايا كبير تجاه اليمن ومستقبل اليمن. لكن أيضا كما قلت يعني كان الجنوب بحاجة إلى أن ينهي تناقضاته الداخلية حتى لا يتم استثمارها كما رأينا في حرب صيف 94. هناك أخطاء أيضا تراكمت، يعني لا يمكن حتى النظر إلى تاريخ اليمن الجنوبي على أنه سلسلة من المسيرات الوردية. سيادة العميد أشار يعني الصراع الحرب الأهلية بدأت حتى قبل الاستقلال في عدن، واستمرت هذه السلسلة من الصراعات التي كانت تتولد بسبب التنافس على السلطة لدوافع جهوية، لدوافع مختلفة بطبيعة الحال. فهناك كان أسس وكان هناك جذور للصراع غذت أو ساعدت علي عبد الله صالح في أنه يستثمر هذه التناقضات في استهداف شركائه في الوحدة. لكن كما قلت أيضا بالإضافة إلى رغبات علي عبد الله صالح في الاستثمار بالسلطة، كان في مؤامرة إقليمية تستهدف الوحدة، لهذا تم استخدام ورقة الإرهاب بشكل جيد. نعم، إذن أعود إليك سيادة العميد. يقال بأنه كان بإمكان صالح أو النظام السابق بعد حرب 94 إصلاح مسار العملية السياسية والشراكة والوحدة، كيف تم تضييع مثل هذه الفرص إن كانت فعلا موجودة برأيك؟ تقريبا هو سؤال في الصميم، هذا السؤال هو المرحلة وما يمكن الإجابة عليه، المحاولة الإجابة عليه بأجل كثير من الوقت، ولكن صدق. الإجابة عليها يغطي المرحلة بالضبط وضرورة تلافي مثل هذه الكوارث الحاصلة الآن. فقد كتبت الرئيس حينها السلطة التنفيذية بيده، السلطة القضائية تحت سيطرته بتلفون، وليس تهم هذا كان حقيقة، السلطة التشريعية بتلفون، يذهبون إلى مجلس النواب وأيديهم مرفوعة من بيوتهم لما يريد أن إذن الثلاثة القضايا إضافة إلى استطاعته تحريف كل شيء، كان يتابع كل شيء، إذن كان بإمكانه أن يصلح إن كان هناك لديه نوايا
أو حتى من حوله لديهم ذرة من الإحساس الوطني بمستقبل الوطن، بمخاطر الآتية، بمعالجة الحاضر وما نذهب إليه، وما برامج موجودة لكنها كانت عبارة عن حبر على ورق، وكل ما قدمت من نصائح يتم التعامل بعكسها تماما، حتى منعنا من آخرين نصائحنا، تم نصحنا بأنكم لا تقدموا أي نصيحة لأنه يتم العمل بعكسها تماما. لا أدري ماذا يعني فر التصد واللعب على رؤوس التعادل. طبعا أنا أحيي الأستاذ ياسين تاني، هو من الناس المثقفين من رجال الإعلام ومن رجال الثقافة الذين يقبلون الاختلاف، قد نختلف عنهم بالرأي كثيرا لكن نحن نظل ندافع عن التعبير عن الرأي، وهذا أحييه وأمثال كثيرين طبعا في كل مكان. وبلقيس رغم تحاملها الكبير على القضية الجنوبية وعلى الحالات الجنوبية وعلى الانتقالي، إلا أنها أيضا تتيح فرصة ولو نادرة للصوت الآخر، أيضا هذه التجربة نحييها. نعم، ونحن نؤكد أننا منبر مفتوح سيادة العميد لكل الأصوات، يعني لا نحابي طرف على طرف. نتمنى ذلك. نعم. أتمنى ذلك ونحييكم على ذلك، لكن ليس فقط علي عبد الله صالح هنا. نعم. النظام السابق يعني برمته. عملت الكثير ألا ينفذ، ألا يعاد وضع الجنوب واليمن بشكل عام بعد 94. نعم. الحصول على مكاسب سياسية وبناء، وعلى رأس الحزب التجمع اليمني للإصلاح. لا نتعرض للفتوى وما فتوى اللي صدرت اثناء الحرب يستغلها علي عبد الله، كل الاستغلال وكل القوى الاخرى التي لا تريد لليمن ان ينهض الى الامام. اذا هناك مجموعه اضافه الى من قبل ما تبقى من الحزب الاشتراكي اليمني عندما لم يقبلوا ببرنامج اعاده اصلاح مسار الوحده. وكان هذا الطرح الذي تبناه مجموعة من أعضاء المكتب السياسي وعلى رأسهم محمد حيدر المسلوس كان عبارة عن طرح عدائي للوحدة اليمنية، يعني إعادة مصلحة أو إعادة إصلاح مسار الوحدة، يعني ضد الوحدة وضد الوطنية وضد وضد إلى آخره. وبالتالي إلى أن أصبحت الوحدة عبء ليس فقط على الجنوب، رغم الضحية الكبيرة هم مثلا أعطيك عدد، أنا أستغرب نحن أكثر من مرة نسأل سؤال، مثلا تقريبا حوالي 30 مصنع تم تدميرها باسم الخصصية لم تخصص، حوالي 40 مزرعة في عدن وحواليها كانت تستعمل فيها، حوالي 10 مؤسسات شركات إلى آخره كان ممكن أن يبقوا موظفين يعملون فيها ويسرقون ربحها، بس فقط تبقى الناس العمل. إذا كانت هناك خطة لتهومة، مع احترامي الكبير لرجال تهامة، حتى نزع إرادة الجنوب، وبالتالي بقى عبارة عن رجال مسخ لا اعتبار لهم، وهذا طبعا ما قتل الوحدة أو زادها قتلا. نعم، إذا شكرا جزيلا لك عميد ركن علي ناجي عبيد الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك أستاذ ياسين، تود التعقيب على حديث سيادة العميد؟ لا، أتفق مع ما قاله جملة وتفصيلا. إذا برأيك أين المشكلة في حدوث نتيجة عكسية بعد محاولة تثبيت الوحدة بالقوة؟ هل في الحرب ذاتها أم في الإجراءات التي لحقت الحرب من إقصاء الشركاء وتسريح الآلاف حتى ربما ظهر في 2007 الحراك السلمي؟ طبعا محاولة تصفية الدولة الجنوبية أو مقومات الشريك السياسي في دولة الوحدة بدأت من خلال ما أشار إليه سيادة العميد من يعني إنهاء المقاومة الاقتصادية. لم يكن هناك مبرر لإنهاء تلك المقاومة الاقتصادية إلا رغبة من علي عبد الله صالح في عدم بقاء أي شيء يمكن أن يمثل رافدا اقتصاديا للشريك السياسي الذي لا يزال حتى تلك اللحظة كان مهيمنا على مقدرات الدولة الجنوبية التي اندمجت مع الدولة الشمالية وكونت دولة الوحدة الجمهورية اليمنية. الحرب 94 بالنسبة لعلي عبد الله صالح كان عبارة عن تصفية تركة الدولة الجنوبية
والتصفية شملت القوات المسلحة والأمن وهذه وكل مفاصل القوة الخشنة، ولهذا لم يتردد في تسريح، يعني اعتبر أنه من ثمار الانتصار في 94 هو تسريح الجيش الجنوبي ليخلص ولي يعني تفتح أمامه الأبواب لفرض سيطرته الكاملة على اليمن باتساعه و امتداده الجغرافي الكبير. طبعا بقي في الجيش من هم موالين له من القوات الجنوبية التي قاتلت خصومه في 94، لكن لم يكونوا بذلك تأثير. عبد الرب منصور هادي أصبح وزير للدفاع، لكن لفترة وجيزة سرعان ما تم تصعيده، أو بمعنى تركينه، يسمى ايش الخلاص من الى الأعلى، أو تم تصعيده إلى منصب نائب الرئيس حتى لا يبقى مسؤولا عن القوات المسلحة، لأن وزارة الدفاع كانت هي الأهم. طبعا مسألة تصفية المقاومة الأساسية كانت من مهام علي عبد الله صالح. المسألة اللاحقة هو أنه لم يفكر بتصحيح المسار السياسي للدولة، بمحاولة احتواء تداعيات وآثار الحرب. تصرف كمنتصر فحسب، ثم بدأ الناس يتحدثون عن إمكانية بكل بساطة الاحتكاك مع المملكة العربية السعودية لخوض حرب، وكان هذا على سبيل النكتة، لكي يتم الاستيلاء على الجارة الشمالية. وهذا يدل على أن الحرب كانت حرب استيلاء وحرب استحواذ، ولم تكن تصحيح المسار أو لإنهاء مهدد ما يقف في مسار الوحدة اليمنية. علي عبد الله صالح لم يكن يكترث بالدولة اليمنية الموحدة. يعني أنا أتذكر أنني كنت في أحد الاجتماعات ونحن نحضر لتأسيس اتحاد القوى الوطنية، واتحاد القوى الوطنية كان علي عبد الله صالح يعتقد أن الحزب الاشتراكي يقف وراء تأسيسه، وكان يضم تحالف قبلي وسياسي منفتح على الحزب الاشتراكي في تلك الفترة. فاتصل بأحد القيادات ونحن في ذلك الاجتماع وهددها، ونحن نسمع هذا عبر الهاتف، قال أنا لا يهمني شيئا، سأعيد البراميل إلى الشريجة وسأتفرغ لكم، يعني سيتفرغ للقياديين الشماليين بعد أن يتم التخلص حتى من الوحدة. علي عبد الله صالح لم يكن يتصرف بذلك البعد الوطني، لم يكن حرص حتى على منجز الوحدة الوطنية. كان بالنسبة الوحدة بالنسبة لعلي عبد الله صالح هي مكسب شخصي لا أقل ولا أكثر، وهذه هي الكارثة. ولذلك قام على الفور بالتخلص من شركاء العملية السياسية الوحدة، قام على الفور بالتخلص من الشركاء الذين يعتقد أنهم أقوياء بما فيه الكفاية لكي يهددوا نفوذه السياسي في الشمال وفي الجنوب أيضا. ولهذا كان حرب 94 هي خيار علي عبد الله صالح في المقام الأول، لكن هناك من دفع بهذا الحرب. الذي دفع إلى هذه الحرب أيضا القوى الإقليمية خصوصا البلدان الخليجية، في ذلك الوقت كانت تقريبا متضامنة عدا دولة واحدة، وكان تهدف بالدفع بالأمور إلى مسار الحرب، ودفعت بالكثير من الأسلحة لكي تنتهي الحرب إلى نتيجة مثالية وهي عودة اليمن إلى يمنين. لكن الضغط الأمريكي في تلك المرحلة ساهم في الدفع باتجاه بقاء اليمن موحدا، ومن ثم تحولت الحرب إلى انتصار، أو حرب 94، انتصار 94 الذي حسم لصالح علي عبد الله صالح ولم يحسم لصالح الجمهورية اليمنية ومستقبل الشعب اليمني. لذلك علي عبد الله صالح لم يفكر بإصلاح المسار السياسي، لم يفكر بالانفتاح على الشركاء، ولهذا سرعان ما تم التخلص من شركاء الحرب وهم التجمع اليمني للإصلاح وإقصائهم من العملية السياسية برمتها. جاءت تطورات أكتوبر عام 2000 التي استهدفت فيها، والتي شهد استهداف المدمرة الأمريكية USS Cole لكي يتضاعف حجم الإقصاء الذي مورس بحق التجمع اليمني للإصلاح، ودفع به إلى أن يشكل تحالف سياسي يضم حتى يعني شركاء سياسيين كانوا مناقضين له مثل الحزب الاشتراكي اليمني. علي عبد الله صالح بدأ يفكر بالتوريث، بالتأبيد، بكيف يستحوذ على السلطة بكل السبل الممكنة. بدأ يسرف في استخدام المال السياسي، ولهذا للأسف الشديد نتائج 94 لم تمضي، يعني لم تنتهي إلى ما كنا نتوقع، بمعنى خصومة من أبناء الجنوب لعلي عبد الله صالح. نجح علي عبد الله صالح في تكييف المواجهة بين الشمال والجنوب باعتبارها مواجهة بين الجنوب
حزب الإصلاح بين الجنوب ومحافظة تعز، مع أن الذي حارب الجنوب بهدف الاستيلاء على السلطة كان علي عبد الله صالح، الذي وظف كل إمكانية الشمال هو علي عبد الله صالح. ولهذا رأينا أن الجنوبيين والحراكيين على وجه التحديد اتحدوا بشكل كامل في عام 2011 في مواجهة ثورة 11 من فبراير التي جاءت لتحقيق الخلاص لكل اليمني. للأسف الشديد الحراك الجنوبي الذي ناضل منذ 2007 فقد مبررات وجوده في 2011 لأنه لم يتحد مع هذه الثورة، ثورة الشعب الحقيقية التي نجحت في الإطاحة بعلي عبد الله صالح الذي يفترض أنه خصم الحراك الجنوبي. لهذا عندما كنت تسأل أحدهم في الجنوب سلسلة أعدائه يبدأ بالإصلاح، علي محسن، حميد الأحمر، تعز، وهي اللائحة نفسها، لائحة أحداء الأعداء الثابتين لعلي عبد الله صالح، كانت النتيجة غير متوقعة للأسف الشديد. ولهذا هذا النوع من 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 من, من العمى السياسي الذي مارسه الحراكيون دفع بهم إلى أن بضغوط إيرانية أن يتحدوا مع أجندة أكثر خطراً وهي أجندة الحوثيين الذين اندفعوا باتجاه عدن ليرتكبوا. نعم، عند هذه النقطة أنا كنت أود يعني أن أسألك، يعني بعد كل ما حصل لليمنيين وهجوم أيضا الحوثيين على عدن بذلك الشكل، هل يمكن إصلاح مسار الوحدة بين اليمنيين أنفسهم؟ طويت صفحة صالح وحدث ما حدث بعد ذلك من قبل الحوثيين. الآن يعني لو تحدثنا عن المسار الجديد لواقع اليمن، ما الذي يمكن نقرأه؟ طبعا لا يمكن نغفل النتائج الجيدة التي توصل إليها مؤتمر الحوار الوطني الشامل. أعتقد أنه حدد هذا المسار واجترح صيغة مناسبة لحل القضية الجنوبية، وأصبحنا أمام تطورات هائلة. يعني إذا افترضنا أن القضية الجنوبية تقوم على فكرة الإقصاء والتهميش، أعتقد أن هذه القضية انتهت كلية. لماذا؟ لأن الدولة اليمنية اليوم بعهدة الجنوبيين، الدولة اليمنية بمقدراتها بإمكانيتها بعهدة الجنوبيين، واليوم الجنوبيون يفرطون بهذه الدولة كما فرط علي عبد الله صالح بهذه الدولة حتى نهاية حكمه، ثم بعد أن خرج من السلطة أيضا واصل مهمات التفريط بالدولة اليمنية إلى أن انتهى به الحال صريعا على يد الحوثيين. اليوم الجنوبيون للأسف الشديد جزء منهم يناضل من أجل الاستقلال، وجزء منهم يتحكم بشكل قوي جدا بانفصال الدولة اليمنية. هذا النوع من 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 التناقض الذي نراه في المشهد الجنوبي، أنت اليوم عندما تصعد في وجه الدولة اليمنية، بينما الدولة اليمنية هذه في عهدتك بالأصل، يعني العاصمة لديك، رئيس الجمهورية الذي يتمتع بصلاحية مطلقة كما كان يتمتع بها علي عبد الله صالح جنوبي، الأجهزة الأمنية، الأجهزة العسكرية، معظم الإمكانيات المالية تذهب لمرتبات القوات المسلحة التي لا نرى لها أثرا في المحافظات الجنوبية للأسف الشديد. في الجنوب هناك تشظي، يعني هذه التشكيلات العسكرية المسلحة التي تأسسها الإمارات لا يمكن أن تخدم الجنوب ولا الدولة الجنوبية ولا القضية الجنوبية، لأن هذه التشكيلات منذ وقت مبكر خاضت جولة مواجهات وحرب أهلية مع وحدات عسكرية جنوبية أيضا، رأينا هذا في عدن ورأيناها في شبوة. هذا الأمر يذكرنا في جولة الصراع الأهلية التي دارت في عدن قبل الاستقلال. لا يمكن أن تبني على الدماء والتناقضات وحدة أو أخوة أو تحالف أو دولة منسجمة أو دولة مستقرة كما يعتقد البعض. الإمارات لها أهداف، ولهذا هي الآن تغذي هذه الحالة من التناقضات من أجل الوصول إلى هدف نهائي، وهو إذا نجحت في، ولهذا السعودية والإمارات اليوم مستمرون في إضعاف السلطة الشرعية بشكل ممنهج حتى يأتي الانفصال تحصيل حاصل. لكن ما نوع هذا الانفصال؟ لا يعتقد الجنوبيون أن الانفصال سينتهي إلى جمهورية اليمن الديمقراطية كما كانت. فور تحقيق هذا الانفصال سيتشظى الجنوب كما لم يتشظى من قبل. ستضع الإمارات يدها على سقطرى، ستضع المملكة العربية السعودية يدها على المهرة، وسندخل في مرحلة جديدة من العنف والاقتتال والدمار والصراع. نعم، إذا اسمح لنا أن ينضم معنا المحلل السياسي أحمد جعفان الصبيحي من عدن. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء النور، أهلا. أهلا بك. إذا أستاذ أحمد، لو تساءلنا عن الدرس الذي يمكن الوقوف أمامه أمام نعم، هل تستمع إلي؟ أستاذ أحمد مساء الخير، هل تستمع إلي؟
إذن سنحاول معاودة الاتصال بك مجددا أستاذ أحمد. أستاذ ياسين، يعني لو يعني حاولنا نتحدث عن، أنت قلت ربما جملة مهمة، أنه لا يمكن بالدماء وبالحرب أن تبنى وحدة، ولا يمكن أيضا أن تبنى دول بكل هذه الخلافات. برأيك يعني أيهما أضمن للحفاظ على الثوابت الوطنية، قوة السلاح والعنف أم الإقناع والرضا والاعتماد على وجدان وإدراك الشعب؟ كيف يمكن أن نستغل إرادة الشعب في بناء ما نريده؟ إرادة الشعب طبعا هي كانت تلقائيا مع الوحدة اليمنية، ولا تزال مع الوحدة اليمنية. واللافت أنه في ظل هذا الشحن والتجاذبات ومحاولة استعداء الجنوبيين على الوحدة اليمنية، لكن النماذج التي ترسخت خلال السنوات الخمس الماضية في الجنوب لم تقنع أبناء الجنوب، بل يعني أثارت سخطهم ويأسهم ومقتهم للحالة التي يحاول أن يسوق لها المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يعني يسوق اليوم لكل هذه الأعمال السيئة التي تقوم بها الإمارات. تصوروا اليوم الشعب الجنوبي في ظل الهيمنة الأمنية والعسكرية المطلقة للإمارات يتعرض لإهانة كما لم يتعرض لها من قبل. يعني هناك سجون سرية، هناك اعتقالات، هناك مداهمات، هناك تدني في الخدمات، هناك قتل يومي، هناك عبث. مدينة عدن مدينة موبوءة بالصراعات، بالقتل، بالخوف، بالفقر، بالعوز، مع أنه خلال خمس سنوات وهي أول مدينة تم دحر الحوثيين منها، كان يفترض أن تؤسس النموذج يحتذى به في اليمن، كان يفترض أن تكون منطقة جاذبة لكل اليمنيين، كان بالإمكان رأس المال اليمني أن تتدفق إلى هذه المدينة وتتأسس مدينة مزدهرة، وحتى الناس إذا أرادوا الانفصال سيكون لديهم إمكانية هائلة، لديهم مدينة مزدهرة، لديهم عاصمة جاهزة للقيام بدورها. لكن ما نراها اليوم هو مدينة مدمرة، مدينة يائسة. في حقيقة الأمر يعني التعبئة كما قلت لك أتت بنتائج عكسية تماما. لو عقد اليوم استفتاء في المحافظات الجنوبية سيقول الجميع ربما لا لهذا العبث. الجميع اليوم متمسكون بالوحدة لأنها خيار مهم. ما يظهر على السطح أستاذ ياسين أن هناك طرفين متشددين في أو متطرفين في حكمهما على الوحدة. من يرى أنها لابد أن تقام وتحمى بالدم، وهناك من يرى التخلص منها أيضا بالقوة والدم. كيف يمكن فهم الوحدة كصيغة جامعة للمصالح الجمعية اليمنية؟ أنا في تقديري أن الذين المنحازون للوحدة لا يحتاجون إلى التلويح بالحرب ولا بالدم ولا بأي شيء آخر. كل ما يحتاج هذا الطرف، كل ما يحتاجه هو أن تقوم الدولة بواجبها في حفظ القانون وفي إطار القانون ولديها الإمكانيات لذلك. يعني التحالف الذي جاء لمساندة الدولة الشرعية عليه أن يحترم هذه المهمة، وعليه أن يتقيد بحدود هذه المهمة، وإلا ينتهي هذا الأمر. يعني لا يمكن أن تصبح هذه المهمة غطاء لتخريب اليمن وتفكيكه وتدميره. أنا أعتقد أن الذي يلوح بالقوة ويدفع دفعا إلى القوة وإلى إعادة إنتاج دورات من العنف والدماء والنار هم الانفصاليون المدعومون من الإمارات. وهؤلاء الناس أنا أعتقد أنه لا يجب أن يسمح لهم ببناء قوة كافية لتهديد الوحدة اليمنية والاستقرار والسلام في اليمن. لا. هذا لا يتفق مع 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 ما يجمع عليه المجتمع الدولي من احترام لسيادة اليمن ووحدته الترابية ولسلطته الشرعية. نعم، إذن اسمح لنا أن يعود إلينا السيد أحمد جعفان الصبيح المحلل السياسي عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذ أحمد. أهلا وسهلا، مساء النور. أهلا بك. إذن أستاذ أحمد، لو تسألنا عن الدرس الذي يمكن الوقوف أمامه اليوم والاستفادة منه في ذكرى 7 يوليو. تحية لكم أولا والضيوف الكرام ولجميع المشاهدين. الدروس التي ينبغي أن يستفاد منها دروس كثيرة، ولكن للأسف الشديد المأساة تتكرر، ويعني الحكومات والشعوب التي لا تتعظ من ماضيها لن تستطيع أن تحافظ على حاضرها ومستقبلها، وهذا هو الحال. نعم. نعم أستاذ أحمد. إذن سقط الاتصال مرة أخرى، المعذرة منك أستاذ أحمد. أستاذ ياسين،
ماذا عن مخرجات الحوار الوطني؟ هل بإمكانها أن تمثل مخرجا وحل إصلاح المسار اليوم فيما يتعلق بقضية الجنوب بالذات، أم أن غزو الحوثيين ربما رفع السقف وجعل منها شيئا مستحيلا؟ يعني الحوثيين حاولوا فرض أمر واقع بقوة السلاح، نعم، ولكن أيضا حدثت تطورات بعد ذلك وتم دحر الحوثيين. ولكن للأسف الشديد التعامل مع الحوثيين تم هندسته بحيث يشكل الخطورة نفسها التي شكلها الحوثيون على وحدة اليمن وأمنه واستقراره. الإمارات حرصت، طبعا هي احتكرت إدارة المعركة في المحافظات الجنوبية، ولهذا أبقت على القوات التي يمكن أن تواجه الحوثيين عند حدود 94، وهذا يعني أعطى مؤشر منذ البداية على أن التحالف جاء أيضا لتقسيم اليمن. يعني اليوم مخرجات الحوار الوطني قابلة للتطبيق استنادا إلى عوامل موضوعية، منها أن هناك سلطة شرعية معترف بها دوليا، وهناك احترام، وهناك قرارات دولية تقر بحق اليمن في أن يحتفظ بوحدته واستقراره، هناك يعني مرجعية واضحة لتدخل التحالف العربي وهو القرار 2216، إذا تم الخروج عليه فالتحالف يتحول إلى مصدر تهديد كما هم الحوثيين وكما هم أي تشكيل مسلح يتبنى يعني أهداف مناقضة للدولة اليمنية وللدولة الاتحادية التي توافق عليها اليمنيون. ليس هناك أسهل اليوم من تطبيق مخرجات الحوار الوطني. من العوامل الموضوعية أيضا هو أنه في الإطار الجنوبي نفسه هناك أطراف لها ثقل جغرافي واقتصادي، على سبيل المثال أبناء محافظة حضرموت لا يقبلون ولا يتبنون الدعوات التي يتصدر لها المجلس الانتقالي، والمجلس الانتقالي بطبيعة الحال الجميع يعرف أن زعماءه ينتمون إلى مثلث فقير جدا في المحافظة الجنوبية، وهذا المثلث دائما يعتمد على القوة في الحصول على المكاسب السياسية والاقتصادية. أبناء محافظة حضرموت، أبناء محافظة المهرة، أبناء محافظة سقطرة لا يتبنون المشروع السياسي للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، ولهذا عامل موضوعي مهم جدا لا يمكن إغفاله. وبالتالي الحديث عن تطبيق مخرجات الحوار الوطني لم تعد في طور التمني أو الأمنيات، هذه مسألة أعتقد أنها قابلة للتنفيذ وتم إقرارها، وهناك كما قلت واستنادا إلى العوامل الموضوعية التي أشرت إليها يمكن لمخرجات الحوار الوطني أن تلقى طريقها إلى التنفيذ بأقل كلفة. الشيء المكلف اليوم اللي يواجه اليمنيين هو هذه المحاولات لفرض خيارات أخرى ومنها الانفصال. الانفصال هذا مكلف ليس فقط لأنه سيستدعي مواجهة من نوع ما بين الشمال والجنوب، بل لأنه سيستدعي أيضا مواجهة في الإطار الجنوبي نفسه. لهذا خيار الانفصال خيار كارثي. في تقديري أن الدولة اليمنية تحتاج إلى الاستقرار السياسي وفق يعني ضمن صيغة الستة الأقاليم. إذا تحقق هذا الاستقرار، إذا نضجت التجربة الديمقراطية، إذا تبين فيما بعد وأصبح الشعب اليمني قادر على التعاطي مع متطلبات سياسية من ضمنها حتى خيار الانفصال بدون كلفة، يمكن طرح هذا الموضوع، ليس هناك أي مشكلة. المطلوب هو نضج سياسي، يجب أن يختبر الناس إرادتهم بشكل كامل في إدارة دولة موحدة متعددة الأقاليم. نعم، يعني عودة الشراكة وتمثيل أبناء الجنوب وانت ذكرته بدءا من هرم السلطة وكثير من القيادات الشرعية بتمثيل عادل وعال، هل يمثل جزء في خط إصلاح مسار الوحدة برأيك في دقيقة؟ طبعا بكل هذا الأمر تم للأسف الشديد. يعني الآن يعني في إطار هذه الصيغة العادلة هذه تم الدفع بشخصيات جنوبية كثيرة لشغل مواقع سياسية، ونحن محبطون من أدائها في حقيقة الأمر، على المستوى الدبلوماسي، على المستوى الوزاري، على المستوى الأمني العسكري، في مواقع كثيرة. لهذا للأسف الشديد الذين حملوا أمانة إدارة مسؤولية الدولة الاتحادية من أبناء الجنوب، بعضهم وربما معظمهم يرتكب خطأ استثمار هذا المنصب في تحقيق غاية شخصية، وهذا وإظهار قدر من الازدواجية بين الولاء للدولة وللرئيس وبين الولاء للنزعات الانفصالية التي يمثلها المجلس الانتقالي. فلا هم تركوا هذا المنصب لأهله ولا هم قاموا يعني التزموا بما تمليه عليهم مسؤولياتهم وضميرهم، وقاموا بدورهم كما ينبغي لصالح الشعب اليمني. لهذا هناك كلفة هائلة اليوم يتحملها نتيجة وجود يعني
شخصيات في مواقع للأسف الشديد تسيء إليها بشكل منهج. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله.